في الشق الاقتصادي لطالما ارتبط استقرار الاقتصاد العالمي بسعر برميل البترول، إلا أن ما يجهله الكثيرون أن برميل العديد من المنتجات على غرار الحليب أغلى بكثير من برميل النفط. أحمد بوطاف يفصل أكثر في هذا التقرير. سعر برميل النفط بالأسواق العالمية متغير يتحكم في كافة اقتصاديات العالم، والمفارقة أن برميل النفط الرقم الصعب في المعادلة الاقتصادية العالمية يبقى أرخص بكثير من العديد من المنتجات الاستهلاكية. ونستعرض في مقارنة بسيطة سعر برميل النفط وما يقابله من منتجات أخرى. الجزائر التي تمتلك كل المؤهلات لتطوير إنتاجها خارج قطاع الطاقة تنتظر إرادة سياسية جادة للتخلص وبشكل نهائي من تبعية ريع المحروقات.